السيدة لينا قنوع وهي محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. مرحبا بك أستاذة لينا. نبدأ من الملف حاليا يعني المتشنج ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. هل الأسواق بدأت تضع بعين الاعتبار أن الاتفاق صعب؟ يعني قد يكون الخروج بدون اتفاق ربما من الأمور التي يمكن أن نراها حاليا في الأسواق. أهلا بك نهى. بالفعل الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أصبح شائكا، وهناك تعنت يظهر في الآراء بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وخاصة كنا سنسمع أمس وكان اليوم الحاسم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سواء باتفاق أو بدون اتفاق، لكن تمديد المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعني أعطى نوع من التفاؤل في الأسواق. وجدناه في الجنيه الأسترليني اليوم والارتفاعات التي شهدناها، لكن يظهر من وجهة نظري أن بوريس جونسون يقول أن يجب أن يكون على استعداد كامل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وأن يكون ضمن استعداد أن تكون الاتفاقيات ضمن التعريفات الجمركية. فهذا يعني أنه ربما ما من الصعب التوصل إلى اتفاق. سنأخذ عدة حلول، لو حصل اتفاق سيكون هناك بالفعل مفاجأة للأسواق وسنشهد ارتفاعات للأسواق البريطانية والأسواق الأوروبية وأيضا للباوند الذي سيتلقى الدعم. لو خرجنا من دون اتفاق فهو السيناريو بالفعل سيكون الأسوأ، ولو فالمرجح خلال هذه ما نراه من تفاؤل من بعض صناع السياسة بأن يكون هناك اتفاق، وأيضا بين تشاؤم بأن يكون لا يوجد اتفاق، وخاصة يعني الضبابية التي تسود تلك المفاوضات، فنرجح ربما أن يكون الخروج بدون اتفاق مع استمرار يعني التوصل إلى اتفاق تجاري بعد الانفصال، أو وهذا يعني السيناريو أفضل من الخروج بدون اتفاق، أو السيناريو هو تمديد المرحلة الانتقالية قبل الوصول إليه في 31 من ديسمبر الجاري. بالفعل كل هذه السيناريوهات محتملة، ولو تم التمديد سنجد حالة من عدم اليقين والضبابية التي سوف تسود عام 2021، بالتالي هناك تأثير سيكون على الباوند. كما ذكرت لو بدون اتفاق سنشاهد تراجعات للباوند، تراجعات ربما تصل إلى 1.27، ولو تم الاتفاق ربما نصل إلى مستويات جدا قوية وفوق 1.37 ربما نصل. نعم. طيب لينا فيما يتعلق بحزم التحفيز، هناك محادثات تعود في أمريكا فيما يتعلق بربما إقرار هذه الحزم، هل برأيك من الممكن أن يتم تمريرها؟ ما أهميتها بالنسبة للأسواق؟ نعم، تمرير الحزم التحفيزية هي مهمة جدا للأسواق. يعني نحن متوقع أن يكون ربما حسب وكالة رويترز أن تمرير هذه الحزم التحفيزية من خلال قسمين 746 مليار بدعم البطالة وقطاع الأعمال للمنشآت الصغيرة، وأيضا من أجل توزيع لقاح كورونا، وأيضا 160 لحكومات الولايات، وأيضا للحكومات المحلية. فربما يعني تحتاج الولايات المتحدة هذه الحزم التحفيزية في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وخصوصا يعني خصوصا ارتفاعها بأرقام قياسية وأدت إلى إغلاق الحدود البرية أيضا مع المكسيك وكندا. رغم هذه يعني نشهد التوزيعات اليوم للقاح، لكن في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل فايزر، لكن كل هذه الأسباب يعني كل هذا اللقاح لن يكون داعم بشكل أساسي، فالركود الذي حصل في الولايات المتحدة بالنصف الأول يحتاج إلى المزيد من التحفيز النقدي والمالي من أجل دعم القطاعات المتضررة بالفعل من جائحة الكورونا. سيكون هناك دعم لشركات الطيران
دعم للنقل، دعم لي أيضا للمطارات بقيمة 4 مليارات دولار، مليار للسكك الحديدية. فكل هذه يعني ربما هذه الحزم أصبحت من الضرورية لدعم الحزم التحفيزية التي سوف تعطي تفاؤل للأسواق. وإذا لم نرى هذه الحزم بالتحفيز سيكون بالفعل هناك ربما نرى تراجعات للأسواق العالمية، لأن الأسواق بشكل عام تترقب بشغف هذه الحزم التحفيزية المرتقبة. يعني ربما هناك تعاون يظهر بدأ بين الحزم الديمقراطي والحزم الجمهوري حول هذه الحزمة التحفيزية. أشكرك لينا قنوع، وأنت محللة أسواق مالية في إكويتي جروب، شكرا على كل هذه المعلومات.